بالحب دائما. حياك الله يا احمد، شلونك؟ يا هلا والله حبيبي. يكفينا محبه الجمهور اللي توجنا فيها، والله نكسب اكيد يعني هذا المكسب اللي من البرنامج. طال عمرك والله يا ابو عثمان. صحيح، هذا المكسب دائما. اي والله. في الاخير لازم تعرفون ونعرف جميعا انه سنه الحياه اللي الله سبحانه وتعالى اوجدها في هذا الكون هي نزول وارتحال وفراق ولقاء. احنا التقينا قبل 12 حلقه وكنا مبسوطين جدا مع الشباب، واليوم مبسوطين اكثر لانه ختامية هالفقرة بتكون بمشاركة الشباب برضو من جديد. واليوم والله الوداع شيء يا ابو، وين فقرات احمد العوض مرة رايح فيها. والله صدق الوداع شيء، يعني دائما بس لسه قدام دائما شينا. اي فيوم تجي انت ودعونا الدرواز، ودعونا اللي قبل ودعوكم الدرواز. لا يعني شبه توديع يعني. انا لسه باقي نفسك يعني نفس بالضبط. هذا نفدك مشاعره جياشه احمد. انا اشهد انها جياشه. هي جياشه. المهم اللي بقوله لكم ان اليوم بتكون الدردشه مع الشباب حول المواضيع اللي راحت. قدموا كثير من الشباب، اعرف في شباب ما اخذوا فرصتهم في التقديم لكن هم مبدعين، يعني ما هم بحاجه انهم يقدمون. حاولت اتاحه الفرصه للجميع والله. ختام كان مسك بعثمان. صحيح، ختام كان مسك مع مسلط وزايد. المسك من اولها. اي صح عبد الله. لا العبره في الخواتيم. راع الاول من؟ لا راعي الاول في قدام حق بعور. لا احنا بالوسط. اسمهم راعين الاول. راعين كفو كفو. انتوا الحين هم راعين الاول اسم جمهور. راعين الاول دايم بس تدري ليش محمد؟ بعدين صح البركه شكل انقاذ. شو راعين الاول جابوا له شكل انقاذ؟ ادري ما هو كسرهم فرقد. ليش هم راعين الاول؟ تدري ليش راعين الاول؟ شكل انقاذ والله نجيبونه يجيبون لي اكبر من انا. النبلاء مريحهم بالموضوع، لا ما اخش اسوي مشاكل. انا مريح. لا راعي عثمان. تدري ليش الاسم هذا؟ لهم والله ما هو كسرهم بفرق الدعم الثاني. ايوه لكن قبل اي شيء، قبل لا اتكلم يعني، قبل سواء دعم سواء قبل القاها مسوينه اقمس، ما لازم نتكلم واسوي يعني. انت الحلقه تبعك كانوا راعين الاولى قبل لا تقول لهم؟ قبل ما يحتاج اكلم خلاص. مجهزين لك. تذكر وش كانت موضوع حلقتك؟ عن الاخ. عن الاخ. كيف شعرت انت وانت تقدمها وبعد كذا الاصداء؟ انت قد طلعت بعدها صح؟ أي. وشفت الاصداء اكيد صح. كيف حسيت؟ الحمد لله راضي عنها لان جبناها بطريقه ما فيها نوع من الرسميه ونوع كانك بريرتي يعني. صح. هذا اللي كان الشيء الحلو. احمد العوض كان معك عثمان الجنيبي. نعم فعلا كانت حلقه مميزه، انا اذكرها جيدا. عبد الله، عبد الله ما شاء الله مبدع في التقديم، ترى انا اتعلم منه برضه. الله يرفعك. والله صدق لانه الانسان اللي حاضر العين ما تعلى الحاجه. شوف انا يعجبني الانسان اللي حاضر، يعني في واحد هي قدرات في الاخير، في واحد ينطلق في حديث ومن ثم يتأتأ يروح يمين يسار، لكن عبد الله ما شاء الله حاضر. الله يعزك والله من بعد. كيف كانت حلقتك انت؟ حلقتنا كانت عن هي كانت فكرة أساساً قلب طاولة، وما توقعت الموضوع هيتسلسل بس تسلسل. إيه صحيح. والشباب كلهم قدموا والحمد لله، يعني كان في تغيير كبير في الفقرة، على أنك لو أنت قدتها لحالك يعني لحققت النجاحات المرجوة منها. ولكن الحين كان موضوعنا عن الحب مع مشاري الله يذكره بالخير. إيه صحيح الله يذكره بالخير. اللي يهدي هذه الكلمة من هالمنبر. فكانت تجربة جدا جميلة وأشكرك على إتاحة الفرصة، وصدقني فقرتك يعني من الفقرات اللي عنوانها يكفينا كثير استفدنا منها. يا حبيبي. هلا يلا حي. هلا مس. كيف حالك؟ شلونك؟ منورنا بعد غياب انت يا عثمان. نايم العصر، الشباب شايلين العصريه وانت راقد. انا ما احب شايل العصر. هلا حبيبي ابد. شلونك؟ ابد يلا حيو. هلا والله ابو عثمان. وروحك ابد. خذ راحتك. قعدت تسمع شيلاتك اليومين الماضيه. شلونك؟ طيب. تذكر مسوينا لها اعجاب؟ سلام ورحمة الله. إعجاب يوم سوينا له إعجاب هنا يستاهل. إيه فتو أتيحت لي الفرصة سمعتها. يلا حي. والله بس لا أكيد حبيبي. بعد بنسمع منك بعد شوي. شرف عظيم. ترى مو ضروري تشيل العصرية مثلا وأنت تسوي شيء. إيه وأنت نايم خلاص. النوم النوم أحيانا صح ولا لا؟ النوم أحيانا في حكاية، في رسالة. وش الرسالة محمد؟ وش الرسالة اللي في النوم؟ الحين صل على النبي. أنت مثلا قد تتابعني على القناة شفت أحمد نايم، اول شيء راح تستفيد من حركه نومه. كيف نايم؟ هل هو نايم على مركه؟ والله اذا نايم على مركه هذا شيء خطر صح ولا لا؟ طيب أي ايوه لكن لا احمد نايم سيده، معناه ان الرجال يحب المحافظه. راح يشوف انا الصغير ان شاء الله يقول انا لازم اسوي زي احمد. هنا احمد يشخر؟ لا ليه؟ لانه عشان ما يزعج اللي بجنبه. انا لازم يا الصغير انا ما ازعج اللي بجنبي. نرجع للشيء الثاني. احمد كيف طريقته بالنوم؟ هل هو ملتحف كاتب نفسه؟ لا على حسب الجو حاطين لين هنا، يعني معناها ان احمد مرتبه. فهذه فيها رساله ما شاء الله. طيب احمد نايم بالثوب. عليك نور لان عنده موعد.
يعني الواحد يقدر ينام بالثوب اذا عنده موعد. لا 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 انا احيانا برد شخصيا لابس الثوب لاني في العاده في الحلم يجوني ضيوف فبهم يجوني انا متكشف. هو ترى قالها بس ما هو يعني انت كنت طالب يبرر احد وانت كنت طالب انه يبرر احد. انا بعرف وش الفرق انه يكون لابس ثوب ويكون لابس خاص لبس خاص بالنوم. وش الفرق؟ هذا الفرق انا اعلمك. اذا في نوم عميق خلها على انت خابر. شفت كيف؟ اذا في نوم بسيط بسيط وش اللي خابر؟ لبس خاص بالنوم يعني اللبس الخاص بالنوم اللي هو فنيله سروال بيضة يعني مو طيب. هذا خاص بالنوم يعني هذا يعطيك النوم عميق. البيجامة لا البيجامة هو يقول بيجامة. لا أما البيجامة محمد اللي باسم البيجامة عرفت هذا البيجامة اللي يا الله تكتم والله يرقد ثوب نوم تكتم مدري كيف ينامون فيه. لا في ناس ريحته بس الثوب 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 اللي عنده موعد يقصد عبد الله يعني شلون بتقابل خويك اللي أنت مواعده والثوب متعفط؟ لا على حسب ولا النوم فيها على حد انت راجع خامه كوش على نومه الثوب اذا من التميم ولا من تعبان من التميم يعني اللي مثلا بينسدح ما هو بنايم يعني ينام نوم التعب مسموع. لكن في بعضهم ينام بثوب بعضهم ينام ببنطلون جينز خير. لا ما اقدر اخذ الروب عليه يا ابو عثمان الروب حق النوم. انت تكيت انت هين الروب ما في احد ينام به معليش. الثوب اقرب نومه لنوم الذيب. هذا كان يبغى اللي جاهز خلاص مالك زوج ابو هذا اللي جانا بعد غياب. هذا اكثر واحد ينام بثوب على فكره عثمان. هلا وسهلا عليكم السلام. هلا والله يلا حيوا. هلا ابو حميد ابو عثمان صدقني هذا الذيب يرمد بثوبه. شلونك طيب عساك مرتاح؟ من هو ينام بثوب؟ اخر ما سولفت انا عنه البارح ايه زين سولفت عن عبد الله الشايع. ابو عبد الله الشايع اغلب ايامه يرقد بالثوب الله اعلم. رجال هو تعب هو لو شو ها انت برر يلا ابو شايع دام وقال برر ليش تنام بس عطير اللي براسك شايع عشان في الحلم اذا جاء ناس في الحلم له مثل في مثل يقول شوف يا سيف في مثل يقول دائم يرقد على الجنب اللي يريحه. اي سمعت صحيح. انا ماني برقد دائم الا بثوب صراحه يعني في وقت البرد. احنا الحين في برد صح ولا لا؟ فما مالك طال عمرك يعني البرد ينفض كنت راقد؟ لا ارقد طال عمرك بثوبك. انت سمعت فاغلب الشباب كذا يتفاجا من اني رقدت بالثوب. طيب البطانيه وش قصرت فيه؟ البطانيه ما الله يرضى عليك ما تدفي. لا هذه كلمه زياد قاعد اعيدها انا والله ما تدفي البطانيه صراحه. تعرف الحين برد برد مره مره شديد. سمعت يلا يلا اني وانا راقد بثوب بعد يلا يلا ادفع عرفت؟ وانا عندي الترواقه هنا الترواقه اللي هنا لها عده مسميات عند بعض الناس. انا من الحادث من كسره عندي وهي مجبره سلام من كثر البرد. فالمفروض ما تبرد. إيه؟ ما ابرد اذا بردت وانا نايم اجي اسون وانا راقد. والله اني صادق. فالله يشافينا وياكم طول عماركم. مبسوط من حاجه بسيطه. مبسوط من ايش؟ من حاجه. قول بحاجه اني انا وزايد اي بس دقيقه والله بشر عليك بس وكمل يلا سلم سلم بس اي خلاص سلم. طيب انا مبسوط من حاجه. ايه اني انا وزايد ومصلط ناقص وزننا صدق ناقص ولا ايه لعمك والعبد الله عبد الله فريدي عبد الله موقي لا زايد لا ناقص وزننا ناقص وزننا اي بعلمك الفريدي وعبد الله موقي وعبد الله شلون حكمت زايد وزنهم ها شلون انا الاسبوع اللي راح اوكي عندكم الميزان ولكن انا خايف الان لاني في صره فهمت خايف نزيد وزني عشان كذا 15% 17% كود 17 انت عندك ولا عندي دبليو 7 اي صح دبليو 17 وكسانا والله العظيم يا ابو عثمان والله العظيم اني مقومه من النوم مره قومت قلت ابو مسافر قم 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 يا قم ابي قم اتعشى قال انا احس بيستهبل علي قال يا اخي مسيتك خلاص مسابقه خلصت كنت مسابقه كنت اقول قم تعش قال مسابقه خلصت كنت مسابقه ايش؟ قم مسابقه وكسانا شي قم بس قم في الولايه بعثمان شوف انا نايم اي كفو خلاص المفروض انهم ما يتخلون عنك ولا انت تتخلى عنهم زي المليون شجره في واحد استلمها بخصم ما ادري كم 25000 خذاها بس انا ابيها صح كذا ايش الولاء ايش سر الولاء هذا الحب يا اخي الحب ترى مشكله الحب اعمى يخليك تضحي بكل شيء الحب اعمى خليك يستاهلون المليون شجره وانت تستاهل ما متجر صراحه انه يستاهل هذا باذن الله ان معه ومعنا ان شاء الله تعوض الخصومات اللي راحت كيف تعوضها محمد ان شاء الله يعوضها